أسر طريق يا كابتن خالد للفوز إيه هو وبعمله بإمكانيات لاعبتي بقدرات لاعبتي. الراجل ما شاء الله عليه طبعا بروف بجد يعني بروفيسير هنتكلم عليه برضو حقيقي حاجة يعني عظيمة جدا من المستشار مرتضى منصور والأستاذ أمير التعاقد مع الراجل ده لأن فعلا حاجة كبيرة جدا وحاجة قيمة وقدر فعلا ان هو بدل ما كان الفارق للنادي الاهلي 7 و8 و10 بونت في الاول قدرنا احنا دلوقتي نكون دلوقتي فارق 10 بونت ب 10 بونت دلوقتي بالشكل ده فده دليل ان ايه في استقرار في هدوء في تركيز الكل بيشتغل على قد امكانياته صحيح فدي حاجه يعني فانا سعيد ان انا موجود معاك النهارده حبيبي يا كابتن وانا سعيد جدا وسعيد كمان يعني اداريا كمان يا كابتن حسين لما بقعد اشوف يعني ملف فرقه الكوره طبعا فاقول مثلا ان حصل خلاص اللي بعد عن المنظومه زي طارق حامد وزي ابو جبل طبعا ابعدوا عن الفرقه طبعا واتخذ قرار ان انت مجموعه من الشباب هم اللي هيلعبوا صحيح تمام فابتدى ايه بترسي مبدا العداله صحيح. ثم حليت موضوع اشرف بن شرقي قلت له اشرف اقعد معايا لغايه نهايه الكاس صحيح وامشي بعديها فخدنا الكاس وكل الناس يدور. بعد البطوله قلنا اشرف هنفتقده في اهم ثلاث ماتشات صحيح فالثلاث ماتشات عشان انت ماشي صح وانت ماسك الملف صح وعادل كاداره وكجهاز ربنا بيكرمك طب الاول اتكلم عن الاداره كابتن خالد عشان ندي كل ذي حق حقه بالظبط فعلا يعني بامانه يعني اداره المستشار مرتضى منصور قمة الحكمة والحنكة بمعنى هو جه في يوم من الأيام وإحنا موجودين كلنا وكنا معاصرين قال يا جماعة أنا عندي يوم كذا والله اللي عايز يجدد عقده هيجيني صح اللي مش عايز وهكذا صحيح فمن هنا كانت البداية حتى الناس استغربت في الوقت ده لكن كانت قمة الذكاء والحضور من سيادة المستشار ليه؟ لأن اللي عايز نادي الزمالك يا خالد واحنا انت عارف احنا كلنا لعبنا بتراب الفلوس انا وانت والاجيال يعني قصدي اللي قبلنا وكلام من ده يعني فاللي عايز نادي الزمالك بيبقى هدفه الاولاني نادي الزمالك خلاص هيفضله عن اي حد صحيح وبعدين نادي الزمالك ما بيدفع لكش دلوقتي 10 و20 الف و100 الف و200 الف و600 الزمالك بيدفع لك ملايين فبالتالي دي كانت اول اداره حكيمه من المستشار مرتضى منصور طبعا تاني حاجه اللي هي في الوقت ده برضو ان هو ادار الملف جيد جدا بعد كارتيرون طبعا ان هو تعاقد مع رجل بمعنى الكلمه بروفيسير بجد ده رقم واحد رقم اتنين بس قعدت تقول لك عنده 76 سنه بالظبط لكن هي الكره هنا خالد في 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 المخ يعني انا فرحت قوي النهارده يعني. كابتن حسين رحت قابلت فيريرا فاسامه نبيه قال له ده كابتن النادي وكان جاب بطولات وبتاع كده وريته هدف وما اعرفش انا جبته وما اعرفش ايه فقعد يبص لي كده قال لي انت عندك 40 ولا ايه؟ قلت له 40 انا عندي 52 قال لي يا راجل ده انت قدي في السن كان فاكرني اصغر قلت له لا مش للدرجه دي بقى فكان شخصيه لذيذه وظريفه يعني شخصيه جميله طبعا تاني حاجه يا كابتن خالد للامانه يعني وندي له حقه بالمعنى كالمشرف العام على كره القدم في نادي الزمالك اللي هو الاستاذ امير مرتضى الحقيقه ماسك ملف كره القدم بشكل ومسيطر عليه بشكل قصدي تشعر ان في خبرات كبيره ما شاء الله برافو عليك صح وبعدين انا بيعجبني تصريحاته جدا عنده انا لسه هكلمك تحس كده ان يعني ايه حد هو متمرس. مقدر لقيمه المكان اللي هو ماسكه ومقدر لقيمه الخصوم ودي مهمه جدا بالظبط بيحترم الناس بيحترم لعيبته عنده بيتكلم كل كلمه بالزبط. موزونه عشان ما حدش يفهمها غلط انت فعلا جبت اللي انا يعني عايز اقوله عنده حضور ذهني غير طبيعي ما شاء الله عليه مسيطر على اوضه اللبس بمعنى بس صحيح. مسيطره اللي هي ايه فيها هدوء وفيها احترام وفيها تقدير لما بيتكلم حتى على الولاد الصغيرين بيقول لك الكابتن فلان والكابتن فلان فاقصد ايه الراجل ده لازم ما نغفلش حقه للامانه ليه الدور الكبير جدا جدا الاستاذ امير مرتضى ثم ناتي على اداره كره القدم اللي هو الجهاز الفني طبعا بالكامل مستر فيريرا وكل المجموعه كابتن ايمن طاهر كابتن اسامه نبيه كابتن احمد منصور كابتن احمد عبد المنصور دكتور محمد اسامه على فكره طبعا دكتور محمد جهاز طبي اداري